بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل الشرك الأصغر يغفره الله إذا مات صاحبه عليه، مع العلم أني قرأت أحد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول أن الشرك الأصغر يدخل تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العلماء اختلفوا في الشرك الأصغر، هل يغفر مثل ما تغفر الكبائر إذا شاء الله سبحانه وتعالى، أو هو لا يغفر لابد من التعذيب؟ هذا هو ظاهر الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام للشرك الأكبر وللشرك الأصغر، أن الله لا يغفر الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، إلا أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، أما صاحب الشرك الأصغر فيعذب بها ثم يخرج منها إلى الجنة. هذا الفرق بينهما. ومن العلماء من يقول إنه يغفر له، إنه داخل تحت المشيئة وأنه إن شاء الله غفر له، ولكن الصحيح القول الأول. ومن العلماء، وهو قول ثالث، من يقول إذا رجحت حسنات العبد فإنه يغفر له الشرك الأصغر، إذا رجحت حسناته، أما إذا رجحت سيئاته فإنه لا يغفر له الشرك الأصغر. الله أعلم.